السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالقرية السياحية ما يسمى تيبازا فيلاج، هو اللي كان الاسم ديالو من قبل اسمه مركب السات، واللي يعني تم ترميمه في هذه مدة عام. إذا نروح نشوف جولة رائعة، نظرة من السماء على هذا المركب الرائع الذي هو تم يعني افتتاحه في سبعينات القرن الماضي، يعني حوالي 40 سنة منذ إنشائه، واللي يعرف إقبال غير مسبوق في يعني بعد خاصة بعد ما تم إعادة الترميم بتاعه، واللي كان المقر نتاع الوفد المغربي في الألعاب العربية الأخيرة. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع على هذا المركب الرائع. السلام عليكم.